الخط هو فن تصميم الكتابة، وله سحره وجماله وين ما شفناه. ولو كذا نرجع لزمان، بنشوف انه اليمن تميزت بالنقوش الحميرية وايضا بما يسمى بالخط السبعي اللي هو نسبة للحضارة الحميرية في هذاك الوقت. اليوم معنا في رحلة مع الفن اليمني الذي يقدمه مركز يمن انفورميشن سنتر، لقاء جميل سيكون مع خالد الورد، هو احد الخطاطين المحترفين في اليمن. اهلا وسهلا. حياك يا اهلا وسهلا. حياك. في البداية لكل فنان رحلته اللي بيكتشف فيها ذاته وكمان يكتشف إبداعه، فكيف كانت بداية رحلتك في موضوع الخط، خاصة الخط العربي يعني بشكل خاص؟ نعم، أهلا بكم. عموما سأبدأ أنا من بدايتي الأولى. أنا ابن ريف يعني، وابن قرية، عشت في قريتي وضمن ظروف معيشية في السبعينات بعد ولادتي وفي فترة الطفولة. حدث الظروف أدت بنا إلى أن احنا ننزح من الريف إلى المدينة، فكان وجودي في صنعاء هو البداية الأولى. وجودنا في صنعاء أيضا ضمن ظروف يمنية خالصة أيضا لم يكن فيه جديد، سوى أن في صنعاء أو صنعاء أو الريف اليمني أو المدارس اليمنية تعج بالكادر المصري وبالوافدين إلى اليمن من بعد ثورة 62. هذه الجموع اللي موجودة كانت في اليمن لعبت دورا كبيرا جدا في التأثير علينا على مستوى تشكل أحلام جديدة مختلفة عن الأحلام السابقة اللي كانت أحلام بسيطة وساذجة جدا في الحياة الشعبية وحياة الريف. فلمسنا في مظاهر هؤلاء الناس وفي لغتهم ما يمكن أن يكون حلما جديدا يعني، فبدأت تتشكل أمامي اهتمامات أخرى ثانية. ربما شيئا من هذا الواقع المتغير أمامنا الذي لفت انتباهنا في موضوع صورة هذا الإنسان الوافد إلى صنعاء، في هيئته، في صورته، في كلماته، في أفكاره، أدت بنا أن نحن نتغير. فبدأنا نشتغل يعني في فترة التعلم الأولى كان الأساتذة المصريين الذين نحن نجل لهم وكن لهم القدر الكبير من الاحترام والتقدير لهذا الأثر علينا، يستحسنوا مننا تلك النشاطات، تلك الأفعال البسيطة، فحفزوا فينا هذا. بدأت أنا أتحمس بشدة يعني، فتشكلت أمامي كتابات لا بأس بها وصور أولى لا بأس بها. بعض الخطاطين لا أدري يعني هي مؤثرات أولى بسيطة يعني، لا نستطيع أن نقول أنه الخط، لكن كان يعني كانت هواية مثلا أو كانت هواية عامة بشكل عام في أمور متعددة على مستوى نحن الطلبة لا بأس بنا، لفتنا الانتباه للأساتذة المصريين فشجعوا فينا أننا نرسم، لأنه بدأت أنا أول ما بدأت بالرسم رسم. بدأت أرسم يعني، بدأت أشتغل على الرسم، فكان الرسم هو مدخلي وهو النقطة الأولى. اشتغلت بحماسة في مجال الرسم، والخط كان يأخذ مني قدرا قليلا يعني من الاهتمام. لكن اطلاعي على بعض الكتابات وبعض الفنانين الذي كانوا في صنعاء جعلني أهتم بالفكرة أكثر، فظلت الأمور تنضج مرارا على ما مر السنوات، وكان الرسم هو نقطتي الأولى. لما تحول كليا إلى الخط إلا في مراحل الثانوية وفي مراحل الشباب المتأخرة قبل سن العشرين قبل دخولي الجامعة، بدأت ألتفت إلى الخط أكثر لأسباب كان لها علاقة بثقافة المجتمع التي لا تتقبل اللي هو الرسم بشكل عام. لازمنا تنظر إلى الرسم بشيء من تربطه بالدين وتجعل رجل الدين هو الذي يحدد لك أن تفعل أو لا تفعل. فبناء على هذا الأمر وبناء على هذه العاطفة والضغط الذي بيحصل اجتماعيا وجدنا أنفسنا في عالم الخط، لأن المجتمع يطلب منك خطا ولا يطلب منك رسما، يلتفت إليك خطاطا ولا يلتفت إليك رساما، يفهمك ويحبك أنك تكتب ثقافته الاعتيادي أو ثقافة الدينية أكثر من أن يراك متخيلا أو متجددا أو فنانا تتحدث عن عالمية الجمال. فهذه من ضمن الأشياء الغريبة التي وجدت نفسي فيها. استمريت، ولكني مع مرور الوقت أيضا شكلت لنفسي مدرسة خطية خاصة بي وأسلوبي الخاص بي في موضوع التعاطي مع الخط وفي نقل ثقافة خط الأجيال. أما الجديد تماما في الخط إلى الآن لم يتشكل، حتى على مستوى المنطقة العربية إلى الآن لم يتشكل، وسنتحدث عنه لاحقا. لكن أنا بالإجمال كان الرسم هو منطلقي الأول، تشكلت من بعده تجربة خطية لا بأس بها من خلال أيضا عنائي واقتنائي ومتابعتي الشخصية في عالم الكتب وما يفد إلي مما أشتريه من مكتبات في صنعاء أو معارض الكتب اللي كانت تأتي إلى صنعاء. جميل جدا. طيب أنت كخطاط يمني يعني، ما هي علاقة الخط بالفن المعماري اليمني، خاصة أنه اليمن من أقدم الحضارات في التاريخ؟
ما لهش علاقة، هو الخط بالإجمال نستطيع أن نقول أنه كان حاجة ملحة لتدوين النص القرآني، يعني لا وظف فيما بعد في مجال المعمار. فالحاجة لتدوين القرآن كان هو السبب الرئيسي للاهتمام بهذا الخط. الحرمان من التعامل مع الفنون الأخرى بسبب حالة التحريم الطاغية التي تم اتجاه كل الفنون الرسم والنحت خوفا من خلال مبررات رجال الدين، خوفا من أن يعود الناس إلى عبادتها، أدى بالظواهر الفنية الأخرى في مجال النحت والفنون إلى أنها تختفي تماما. فأصبح الخطاط أيضا يشتغل في هذا المجال، في مجال الخط وأيضا لخدمة القرآن. وزاد الاحتياج أيضا في تدوين الثقافات والآداب التي تطورت واحتاجت إليها الدولة الإسلامية أو الدول الإسلامية المتعاقبة والمختلفة المسميات. يعني ممكن نقول أنه كمان دخل فكرة الخط مع الفن المعماري، يعني دخل قليلا، يعني ممكن في المعمار الأندلسي موجود، في معمار المساجد نعم كآيات قرآنية مزينة نعم، في الموضوع المعابد والمساجد نعم، هنا ظهر كحالة تزيينية في المساجد نعم، ظهر كحالة تزيينية وفنية موجودة في المدون وفي المخطوطات نعم. في المعمار الاعتيادي الشعبي والإنسان الاعتيادي لم يظهر إلا نادرا. إيش الصعوبة اللي واجهتك في يعني في رحلتك مع موضوع فن الخط، وأيضا إيش الصعوبات اللي بتواجه الخطاط اليمني؟ بالنسبة لنا صعوباتهم ما فيش معنى أي جهات أكاديمية أو جهات ممكن تعين أو تساعدنا على التعلم. كل ما فعلناه إحنا أنه اكتساب ذاتي، اكتسبنا ذاتيا، تعلمنا من خلال جهودنا الشخصية. ربما هذه واحدة من العناءات التي كانت حصل، ربما تفهم المجتمع عدم وجود ناس أيضا يشجعوا، فكنا إحنا تقريبا المشجعين وانتقاءنا لبعض الأصدقاء وبعض الأفراد الذي يتعلقوا بهذا الأمر. فتقريبا الفقر الثقافي والفني في البلد هو واحدة من المعوقات بالنسبة لنا احنا يعني. لكننا ايضا حفرنا اسمنا، انا رغم هذه الصعوبات فوجدت انا كخطاط موجود في الصحف اليمنية في فترة 90-96 كخطاط ومخرج وكاتب منشطات للصحف المحلية اليمنية. اشتغلت في مجال الخط قبل 90 ايضا في مجال تعليمي في فترة ايضا شبابي الثانوية والجامعة. اشتغلت فيما بعد في مجال التربية والتعليم، اشتغلنا في مجال اعداد المناهج، اشتغلت في برامج تلفزيونية ايضا واعداد حلقات. نسبيا فرضنا أنفسنا ربما على واقعنا ووجد لنا حضور لا بأس، ولكن بيئتنا محدودة. وإلى الآن لا يوجد في اليمن لا أفراد معدودين بالأصابع الذي يكاد يكونوا معبرين عن بيئتنا. إذن بالأخير رسالة تقدمها لكل من بيشاهدك الآن وأيضا للشباب يعني اللي حابب كده يتعلم فن الخط العربي. عموما فن الخط العربي أنا أقول دائما أنه فيه من الجمال ما فيه، لأنه أحيانا الفنانين يظلموا الخط العربي ويعتقدوا أنه بينه حالة أنه حرفة والسلام يعني. فأعتقد أنه حالة فنية سامية جدا، ربما هو منزوي في الدائرة الدينية شوية، لكن أحيانا يستطيع أيضا أن يلبي احتياج الإنسان حتى خارج الجانب الديني وخارج المؤسسة الدينية. فنتمنى على الأجيال أن يحسنوا قراءة الماضي وأن نتعامل باحترام مع الماضي لننقله إلى الحالة القائمة ونؤثر فيها ونجعل قيم الماضي السليمة الإيجابية مؤثرة فيما نحن فيه. مع أيضا ضرورة أن أقول يعني أنا أنصح أي خطاط أو أي إنسان أن يدخل هذا المجال أن يكون واسع الإطلاع وأن يكون واسع الرؤية وأن لا ينزوي وأن لا ينظر بعين واحدة أو من زاوية واحدة. أتشدد إلى الحالة الإسلامية وأنظر الأمور دائما من زاوية دينية، لا، أنظرها من زاوية عالمية إنسانية ثقافية عقلية لكي أنظر إلى كل الجوانب وأثري نفسي بقيم غنية وثرية جدا تجعل من شخصيتي شخصية متكاملة، أستطيع من خلالها أن أتخذ القرار اللائق الذي يجعلني شخصية جيدة مؤثرة يعني في القادم، وفي نفس الوقت أكون متجدد، يعني ما أكونش متهم أننا فقط حالة ناقلة للقديم وعايش ضمن ذلك القديم. القديم هو نقاط جميلة نستفيد منها وخبرات جميلة نستفيد منها وتجارب أيضا محترمة تقدر وتنقل إلى أجيالنا. يجب أن نشتغل أيضا مع كل العقول من حولنا، ننظر إلى كل ما حولنا، ننفتح على الآخر لنحاول أن نكون لأنفسنا جوانب ذات طابع مستقبلي قادم فيه نوع من التحديث، نوع من الجديد، نوع من الإضافة يعني. كما أتمنى جدا. كان لقاء شيق ودائما اللحظات الجميلة كذا بتمشي سريع. شكرا لك. يعني في البال ما هو الكثير، لكن أنا أشكركم جدا، أتمنى أنه توفقوا كثيرا في الوصول إلى مرامكم وأهدافكم الجميلة لزيادة
ثقافة الوعي في ذهنية هذا الشعب المغبون ربما. أكيد. نتمنى لشعبنا ولكم جميعنا التوفيق، نتمنى أن نرى أنفسنا كلنا نتحدث بلغة متقاربة، لغة متعايشة، لغة أكيد. محبة لبعضها البعض، نتجاوز ألامنا. صح. من ماتوا، من قهروا، من ظلموا، كل هذه الأمور نتمنى إن شاء الله نتجاوزها، وأن نرى اليمن في حالة سلم وتغير كما تتغير كل الشعوب، لأن احنا الآن نسبيا معزولين وربما لا نرى ماذا يفعل العالم الآخر. صح. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق. رسالتك لكل من بيشاهد. شاكر لكم هذه الطلة وشاكر لكم هذه الزيارة. شكرا لك. وبكذا نكون خلصنا لقاءنا لليوم. ما تنسوش أنكم تشتركوا معنا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ألتقي فيكم في فيديو جديد. إلى اللقاء.